أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود احتمالية التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وزعم نتنياهو أن الأمور تتقدم بفضل الضغوط العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه في اللحظة التي بدأت خلالها العمليات البرية بدأت الأمور تتغير، وأضاف أن الضغط على قادة الفصائل الفلسطينية هو ما يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور التوصل للاتفاق.